ولمناقشة تطورات المشهد السوداني معنا من جدة في المملكة العربية السعودية الباحث السياسي السوداني الأستاذ عبد الرحمن الخالدي. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين أستاذ عبد الرحمن. الأزمة مستمرة بين المجلس العسكري وقوى المعارضة، برأيك إلى أي مسارات قد يأخذ هذا الخلاف السوداني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التحية لقناة الرافدين. حياكم الله. واضح جدا أن الأمر معقد في السودان وفي طريقه إلى تصعيد، بخصوص دعوة إعلام الحرية والتغيير للإضراب في يوم 28 و29 مايو القادم. ويمكن استغلال المشهد الراهن في الآتي. أولا، إعلان القوى الحرية والتغيير يعني يعتبر هي أحد أبرز الفاعلين في المشهد السياسي الراهن في البلاد، ولا يمكن لأي قوة مهما كانت أن تتجاوزها في أي حل من الحلول المقترحة في الراهن السياسي. وناتج هذا التأثير الفاعل لقوى الحرية في المشهد السياسي الراهن من التصويت الشعبي الكبير الذي تتميز به وتتمتع به من كافة الفاعلين الآخرين في الساحة السياسية، هذا من جهة. وأيضا تمتع قوى الحرية بقبول الدول الكبرى والمنظمات الإقليمية والعالمية، وهذا من ناحية ثانية. استشعارا بتلك القوة، رسمت قوى الحرية والتغيير خططها التكتيكية للتعامل مع الفاعلين الآخرين في المشهد السياسي الراهن، واضعة في خط دفاعها الأول أن الثورة في جمولها التكتيكية سلمية شعارا لها بهدف الوصول إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها الجميع. نعم. ذلك الإضراب العام الذي دعت إليه المعارضة، هل هو الخطوة الأخيرة للضغط على المجلس الانتقالي؟ نعم. الإضراب العام الذي دعت إليه المعارضة، هل هو الخطوة الأخيرة التي يعني للضغط على المجلس العسكري؟ هو بالطبع هو ليس الخطوة الأخيرة، هو تكتيك تفاوضي لإجبار المجلس على قبول رغبة الشعب السوداني. نعم. هذا المجلس العسكري يحمل تناقضات عدة بداخله. نعم. برأيك في حال ما تم هذا الإضراب، كيف سيكون رد المجلس العسكري؟ المجلس العسكري يعني هو يهدد بانه يعني انتخابات مبكره تعني عوده الحرس القديم وعوده النظام السابق. وما زال النظام السابق يعني له تاثيراته وله دولته العميقه التي تحيك ما تحيك. نعم. فهذا المجلس يحمل تناقضات، يعني ما زال يعني بعض الجنرالات توجههم عن الاسلام السياسي ومحاوله على العمل على سرقه الثوره من قوى الحريه، وذلك من خلال استغلال نفوذ المجلس العسكري لتحقيق ذلك الهدف. اما التناقض الثاني فهو وجود يعني ميليشيات يعني نعم، بالحديث عن انتخابات مبكره يلوح بها المجلس العسكري، ماذا ستغير الانتخابات المبكره بالوجه السوداني؟ الانتخابات المبكره يعني الحزب الوحيد الجائز هو الحزب السابق، الحزب الحاكم السابق، غير انه يعني قوى الحريه والتغيير اللي هي تمثل الشعب وتجمع المهنيين الذي يمثل جموع الثوار تضطر الى اتخاذ تكتيكات اخرى، انها تتفق على مرشح واحد لينافس مرشحين النظام السابق. وكل هذه معادله صعبه ومعقده. المشهد معقد وصعب في السودان في الايام القادمه، لولا ان يتنازل يعني بعض تنازل من هنا ومن هناك. ولا تنسى المشهد الخارجي وتدخلات الخارجية سواء من دول الترويكا، بريطانيا، الولايات المتحدة والنرويج، أو التدخلات من الدول الإقليمية. يعني كله يعني السودان دولة محورية ودولة مهمة، يعني لا يستطيع الجيران أن يتركوا السودان يعني في هذه الأزمة من غير أنه يعني يمارسوا بعض التوازن. شكرا لك دكتور عبد الرحمن الخالدي الباحث السياسي السوداني، كنت معنا عبر الهاتف من جدة في المملكة العربية السعودية.